لأن القضاء للأسف الشديد أصبح حزم. النقطة الثانية يا أستاذ إبراهيم، أنا أدفع أيضا يا بنس بأن هناك اختناق جريمة للتستر على جريمة أبشع. هذه الجريمة مختلقة. ما حدث في رابعة هو اعتصام سلمي. الدنيا كلها شهدت أنه اعتصام سلمي. هؤلاء جميعا أنواع مختلفة يمثلون الشعب المصري كله. ستك بتحاكم 700 منهم 350 أو أكثر من داخل السجون والباقي الغيب. هؤلاء جميعا المحامين كنا اتكلمنا معاه. ما حدش بيجي لنا.